السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا جيت نتشارك معكم الطريقه ديال البيتزا، ميني بيتزا. ها كيفاش كنديرها. المهم العجينه راه كلشي كيعرفها، كندير فيها لا فارين الفورص، الدقيق الابيض، وكندير فيها بيضه، شويه الخميره ديال الدار، كنعجنها بالحليب، كنديرها معلقه ديال زيت العود، شويه ديال الزعتر. انا ما كنديروش، ولادي ما كيبغيوش، وهذا الشيء اللي كاين. وكندير فيها الفلفله بالالوان، الزيتون، الطوماط، الكفته، البصله، كل شيء كنشحره. وغنوريكم الطريقه. انا كنقطع العجينه بالكاس، كندير لها الحلقه. انا الطريقه نوريها لام ادم، هي اللي طلباتها مني. هيا المهم انا نكمل وغنوريكم. غنبدا ندير في الطوماط، صوص طوماط، كل وحده ندير فيها شويه. تنعمرهم كاملين. كتجي زوين. هذه ميني بيتزا طلبتني عليها نيت واحد الصديقة ديالي زاهو، وقلت اليوم ندير عليها باش تشوف. المهم العجينة راه معروفة، راه سهلة، ماشي صعيبة العجينة ديال البيتزا، ما شاء الله راه كلشي كيعرفها. انا كنعجنها من الصباح، كنخليها حتى العشية باش كتجي العجينة زوينة رطبة وطرية. والصراحة دي العرس انا اللي كنخدم كنشريها، جاهزة، ما حيت كتشد الوقت بزاف، وهنا راه عندنا رخيصة. عزيز عليا، نخدم بايديا، سمحوا لي. دابا انا غندير البصله، ها هي البصله راه شحرتها بشويه الملحه. انا ما درتش البزار، نورمالمون ندير البزار، ما درتوش. ندير شويه الفلفله ملونه، حتى هي مشحره بنفس الطريقه. ديري شويه شويه، دابا غندير شويه د الكفته. المهم على حسب الامكانيات، انا ندير الكفته، الا كان عندي الطون كندير الطون، حتى الطون كتجي زوينه. كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. تديوش عليا، راه ما كنهضرش بزاف، قبلوا عليا. ولا عجبك عجباتكم ديروا لي لايك وخليوا لي كومونتير. صوت ملي كنلقى الكومونتيرات راه كنفرح، نقول بعدا البنات راه مهتمين بيا وكيخليوا لي الكومونتيرات. نديو على التصوير شويه، راه كتصورني عيد البنت. غنديرو على الفرماج وندخلوها الفران ونتسناو النتيجة كيفاش غتجي.
ان شاء الله تعجبكم. شوفوا النتيجة النهائية، رحمك الله.